في البدء كان الكلمة. أهلا بكم أحبائي مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم كلمة الحياة. معاكم نكمل الأصحاح 42 من سفر أشعياء. الحقيقة سفر أشعياء من الأسفار المحببة لينا جدا ولي أنا شخصيا، لأن زي ما بنقول هو الإنجيل الخامس، ويمكن يكون سفر أشعياء من الأسفار اللي سهل فهمها، لأن لما جه العهد الجديد كله قدرنا نفهم سفر أشعياء، وكان سهل قوي إن احنا نفهمه. علشان كده قراءتنا وتأملاتنا في سفر أشعياء محببة جدا لينا وسهل قوي فهمها، لأن زي ما بقول اتضحت أكتر ووضحت أكتر لما قرينا العهد الجديد. النهاردة هنكمل معاكم الأصحاح 42، ويمكن الحلقة اللي فاتت ما أخدناش إلا عدد واحد، وهو كان أول عدد في الأصحاح، وهو هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. وزي ما عرفنا بسرعة كده الأصحاح الأول، العدد الأول من الأصحاح في الحلقة اللي فاتت كان اسمه عبد الرب. ليه المسيح كان اسمه عبد الرب المختار؟ قلنا بسرعة ان اسرائيل اخفق انه يكون عبد للرب ويحقق احكام الرب ووصاياه، وبدل ما يكون عبد للرب ويحقق احكامه وفرائده ووصاياه، راح اختار له آلهة اخرى وذبح ليها وتمم ليها فروض الطاعة. وكان مفروض ان شعب الله او اسرائيل انه يعني يكون نور للامم عن طريق عبادته ربنا الصح، وفي الوقت نفسه هيمجد اسم يهوه. لكن اخفق اسرائيل انه يكون شعب الله المختار او عبد الرب المختار، علشان كده رضي المسيح انه يجي ياخذ صوره عبد ويتمم كل احكام الناموس ووصاياه، ويكون يعني يقدم فرائض الطاعة، أو يعني قدم يعني أطاع حتى الموت، موت الصليب، قدم كل فروض الطاعة وقدم نفسه حتى الموت، موت الصليب. علشان كده بنقول عليه عبد الرب المختار. النهاردة هنكمل معاكم بقية أصحاح 42 من سفر أشعياء، واهلا بيك يا اتسابونا في حلقتنا النهارده. اهلا بيك يا ميري، واهلا بالمشاهدين، وحلقه جديده من برنامج كلمه الحياه. وبرضو اصحاح 42 لسه احنا يا دوبك بنبتدي فيه، عدد لا يعني، واصحاح مهم الحقيقه. فعشان كده هناخده سنه سنه كده. طيب، يعني زي ما قلت قدسك في الحلقه اللي فاتت، ان عن طريق هذا اللقب عبد الرب المختار كان مرتبط بتجسد المسيح، كان مرتبط بالفداء، كان مرتبط بالامه الخلاصيه وعمله موته الكفاري. يعني ده لقب مهم جدا من ألقاب الرب يسوع لكل المجد. النهاردة بقى هنكمل العدد الثاني، وده بيقول: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمام يخرج الحق. الحقيقة بنا يعني نفس الكلمات دي هنلاقي القديس متى أخدها، و
قالها في الأصحاح ال20 صح 12 أصحاح 12 عدد 19 و20 21: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. كلمنا بقى يا أبونا في يعني إزاي المسيح كان لا يرفع صوته ولا يصيح، كان في منتهى الهدوء، وإزاي كانت خدمته يعني ما فيهاش عنف، كانت خدمة هادية وسلسة، وكان يقول يصنع خيرا. علشان كده عنوان حلقتنا النهاردة العنف ومسيحنا القدوس. الحقيقة احنا شايفين العالم كله في هذه الأيام بيتجه إلى العنف ليظهر احتجاجه أو ليطالب بحقوقه أو لكي يأخذ ما لا حل له في أخذه، فالجميع يتجه إلى العنف. والعنف بالرغم إن احنا في القرن 21 كان مفروض صورة تنتهي بوجود الأمم المتحدة وبوجود حقوق الإنسان، وممكن أي إنسان يطالب بحقه عن طريق يا إما القوانين الوضعية بتاع نفس الدولة أو القوانين اللي بيشترك فيها معظم دول العالم في حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة والمحكمة الدولية إلى آخره. لكن للأسف إحنا شايفين لغاية النهاردة إن العنف منتشر في كثير من بلاد العالم، وبدل ما الإنسان يعلن احتجاجه عن أي صورة من صور الإساءة اللي جرحت مشاعره، فابتدى انه يستعمل العنف علشان انه يعبر عن الشيء اللي كان ممكن ان هو ياخد حقه اكتر لو ان هو صمت، ولو ان هو فعلا اتكلم بهدوء، ولو ان هو فعلا اتخذ اللي عايز اقول ايه القنوات الشرعية علشان صوته يوصل للمسؤولين في حكومته أو في العالم كله. فالحقيقة العنف ده جاء منين؟ وبعدين لما بنتكلم عن المسيحية، هل المسيحية تعرف العنف؟ طيب هل إن يعني إنجيل المسيح يعرف العنف؟ هل شخص المسيح نفسه، هل المسيح في كان أي موقف من مواقفه كان بيستعمل العنف ويثير الجماهير علشان ان هي تحميه عن طريق العنف، مع انه كان عنده شعبية كبيرة جدا وحنشوف دلوقتي. عشان كده موضوع النهاردة هو العنف ومسيحنا القدوس، لان احنا النهاردة بنناشد الكل انه يترك سلاح العنف جانبا، وان اي انسان له حق عليه انه يصل الى القنوات الشرعية التي تمكنه من حقه، فلا يضيع ولا يذوب حقه نتيجة العنف. علشان كده نبص نلقى ان المسيحنا القدوس لم يعرف العنف ولا اوصى بالعنف ولا حتى قابل العنف بالعنف، ولكن زي ما قال عنه أشعياء النبي: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. لا يصيح ولا يرفع، ما يرفعش صوته ولا يصيح ولا يطالب حقه بأنه يرفع صوته. عشان كده احنا ضد التظاهر اللي فيه الحناجر تبتدي انها تجيب اخر ما في عندها علشان تقول حقها. التظاهر الحضاري ان الناس بتمسك يافطة كده وتكتب عليها اللي هي عايزاه، لا يزعق ولا يصوت ولا يهتف ولا يشتم ولا يجرح ناس.
فالمسيح كان مثال عجيب جدا، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، وداعة، رقة، لطف، حنان. حنان. كان المسيح في تعاملاته مع الناس مثال الوداعة الحقيقية. يعني مثلا احنا بنتكلم عن المسيح الذي لا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، كان باستمرار انه يعني يصمت حتى اذا واجهته اتهامات خطيرة، يصمت وما يردش. ايه ده يا رب؟ حتى اذا ظلم ما كانش ابدا ان هو يرفع صوته. يقول عنه اشعياء النبي برضه في 53:7: ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق الى الذبح وكنعجه صامته. خلي بالك، صامته امام جازيها فلم يفتح فاه. يا سلام، يا ريت نتعلم من السيد المسيح له كل المجد ان الانسان لا يفتح فاه، لان انت لما تصمت ربنا يتكلم عنك. لو انت انتقمت لنفسك ربنا هيسيبك، لكن قال كده: لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، لي النقمة انا اجازي، يقول الرب. عشان كده يا احبائي تعالوا كده لما نستعرض بعض الجوانب من وداعه المسيح، وازاي فعلا ان هو كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، هيتكلم عن وداعه المسيح. الحقيقه ابونا يعني في الحته دي برضو نقدر نقول كده ان قداسه البابا الله ينيح نفسه كان بيتمثل بالمسيح في الامور دي وفي المواقف دي. يعني ياما أهين، ياما اتشتم وكتير، لكن كان ولا يجازي الإساءة بإساءة ولا يرد على الناس اللي يعني احنا سمعنا ان مرة سألوه عن الناس اللي نزلوا في اسكندرية وقالوا له يعني ما ردتش ولا قال انا صعبان عليا الناس دي انها بترتكب خطية ويعني وبتسبني، يعني كل همه الناس وخلاصها، يعني ما كانش يهمه ابدا الحقيقة. ويعني على مدار خدمته 40 سنة يعني ياما اهين من ناس كتير، لكن كان بيتمثل بسيده. حتى عظاته هادية جدا. النهاردة عايز أتكلم عن 3 نقط بس في وداعة المسيح. هتكلم عن وداعة المسيح في تعامله مع أعدائه، ووداعة المسيح في تعامله مع الخطاه، ووداعة المسيح في إعلانه لملكه. وداعة المسيح في تعامله مع أعدائه. المسيح حط مبدأ ألا تقاوموا الشر. علشان كده نبص نلقى انه فعلا لما خرج عليه الفريسيون علشان يهلكوه، نشوف عمل ايه في متى 12 من 4 ل 16: فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. الله، طب ده انت يا رب تقدر انك انت تجيب جيوش من السماء علشان تدافع عنك. طب بلاش جيوش من السماء، نكمل بقية الآية. فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة. كان ممكن ان هو هذه الجموع الكثيرة اللي شفاهم، هنكمل الآية بعد كده، شفى ناس كتير من الجموع دي، المرضى كلهم شفاهم، كان عمل له شعبية وهيجهم على الفريسيون او الفريسيين دول، لكن المسيح ما عملش كده. ما كان هيقومهم على بعض، فما كانش مش هي ده هدف خدمته يعني. كمان قصدي اقول يعني شوف تعامله مع اعدائه ازاي، يعني عنده الفرصه ان هو يقدر ان اعدائه دول عايزين يهلكوه ويموتوه، ممكن قوي ان هو عن طريق شعبيته وعن طريق الجموع اللي التفت حواليه وعن طريق معجزات الشفاء اللي عملها الناس كلها مديونه ليه، فكانت الناس دي كلها كانت ممكن تفتك بهؤلاء الفريسيين. لكن نكمل الآية من تاني:
فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة، فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروا. شوفي كمان الجمال، أوصاهم أن لا يظهروا، ما تقولوش إن أنا شافتكو. إيه ده أنت رب، إيه الوداعة وإيه الاتضاع وإيه الجمال وروعة المسيح، إنه ما كانش يسعى إلى المظهرية ولا كان يسعى إلى الزعامة مع إن الناس كلها حواليه، لكن قال لهم ما تقولوش وأوصاهم أن لا يظهروه. فشوف ده أول يعني موقف من مواقف تعامل المسيح مع أعدائه. ولما التلاميذ عدوا على مدينة وقالوا له يا رب يعني اطلب نار تنزل تاكل المدينة دي، سامرة، فمرضيش. ما هو من أي روح أنتم؟ أي. تاني حاجة، المسيح لم يدافع عن نفسه. يعني إيه؟ لما قبضوا عليه، وبعدين كان بطرس متحمس جدا للمسيح. نشوف في لوقا 22:50-51، وضرب واحد منهم اللي هو بطرس عبد رئيس الكهنة اللي كان جاي مع الجنود اللي هيقبضوا على المسيح، فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال دعوا إلي هذا، ولمس أذنه وإيه؟ وأبرأها. ده جاي، ده كان جاي يوريهم المسيح مين، وجاي عبد رئيس الكهنة ده جاي علشان مع ناس يقبضوا على المسيح. وبطرس لما استل سيفه، وفي آية تانية قال له بطرس لأ، ضع سيفك في غمده، لأن الذين يأخذون بالسيف أيضا إيه؟ يؤخذون. فالمسيح لم يستعمل السيف، ولم يرض أن أحد أتباعه أيضا يستعمل السيف، بل أنه عاتب بطرس الرسول. ومش كده وبس، ده الشخص اللي قطع له أذنه مسك أذنه وأبرأها، حطها يعني قطعها، خدها كده وحطها تاني مكانها وأبرأها، لأن هو الحقيقة اللي خلق هذه الأذن فيقدر أنه هو يبرئها. طبعا يا بكلمة منه حتى من غير حاجة عجيبة جدا عن شخص المسيح، علشان يكون قدوة لينا، قدوة لينا طبعا. واحنا عارفين طبعا الموقف الثالث المهم قوي، ناس بيصلبوه، ناس بيدقوا المسامير في ايديه، ناس حطوا اكليل شوك على راسه، بيمسمروا ايديه ورجليه وطعنوه بالحربة. قوم يقول يا ابتاه ايه؟ لقى 23:34، فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لا يعلمون ماذا يفعلون. الله، ده احنا وصلنا للموت. طب ده يا رب لو انت كنت ما دفعتش عنك لما قالوا عنك انك انت بعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، لما قالوا عنك انك انت اكل وشريب خمر، لما قالوا عنك انك انت مختل العقل، قالوا عنه كتير قوي انه مضل، لكن لم يدافع عن نفسه. لكن ده بيصلبوه على الصليب. طب يا رب انت تقدر انك انت تبعت يعني تعمل حاجة كده في السماء تخلي الناس دي كلها تتحرق في لحظة، تنتهي في لحظة، لكن طلب ليهم الغفران. حتى هو على الصليب كان يسعى الى خلاص الذين يصلبونه. وطبعا احنا عارفين اللي تمتع بهذا الخلاص، اولا اللي عندنا يقين به اللص اليمين اللي صلب معاه، واللي طعنوا بالحربة لأنه آمن بالمسيح بعد ما طعنوا بالحربة. فده المسيح الحقيقة الوديع الذي لا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته. ده في وداعته في تعامله مع أعدائه، لكن نشوف وداعة المسيح في تعامله مع الخطاة، وإحنا قلنا المسيح لقب بهذا اللقب لأنه كان باستمرار بيقعد مع الخطاة، زي لما دعا لاوي اللي هو متى العشار، ومتى عمل وليمة، فطبعا الوليمة دي دعا متى كل العشارين وكل الخطاة، وكانوا يعني بيحتجوا ازاي المسيح قاعد مع عشرين الخطاة. قال لهم لا يحتاج الايه؟ الصحاء الى طبيب ولا المرضى. يعني الحقيقة شوف الإيجابية والوداعة في حياة المسيح. أنا عايز أقول في فرق كبير قوي، إن أنا
أقعد مع الخطاه علشان إن أنا أشاركهم في خطاياهم مرفوض، لكن أقعد مع الخطاه علشان أقودهم إلى التوبة. ده اللي كان بيعمله المسيح، عشان ما حدش يقول لك الله. من المسيح ما كان بيقعد مع الخطاه؟ طب وماله؟ ما نقعد بقى القعده دي بتاع الناس دول، ما هو اشرب معاهم وارقص معاهم واغرق وهرج معاهم وبتاع وبعد كده. لا، ده مش هو ده المسيح. المسيح كان يعني عارف ان هو الطبيب اللي هيشفي جراحات هؤلاء الخطاه المستعبدين لنير الخطيه. عشان كده الحقيقه لما هنا بيقول المحب العشرين خطاه، هم فهموها غلط، لكن هو فعلا محب للخطاه لانه جه من اجل الخطاه، زي ما قال بولس الرسول: صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول. ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا. نشوف وداعه المسيح في معاملته مع المراه التي امسكت في ذات الفعل. اولا لما جابوا له المرأة دي وسألوه، دي أمسكت في ذات الفعل وحسب الناموس لابد أن ترجم. طب أنت رأيك إيه؟ فالمسيح في يوحنا 8:7 قال إيه؟ من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ياه، رفض المسيح إن حد يعتدي بالضرب أو بالرجم لهذه المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، لكن حب إن هو يخلصها من براثن هؤلاء المشتكين عليها. فحب يعرف كل واحد من الواقفين واحد واحد: أنت مش أحسن منها، ودي خطيتك. وبعد كده اللي حصل إيه؟ إن هو قعد على الأرض، أو يعني جلس اتكأ كده وقعد يكتب على الأرض، مش واحد ورا التاني. فكان كل واحد عرف خطيته، كل واحد فكره، فعلشان كده الكل لما شاف خطيته محدش تجرأ ويمسك حجر علشان خاطر انه يرجم هذه المرأة اللي امسكت في ذات الفعل. فالمسيح قال لها كده في عدد 10 و11: اما دانك احد، يعني دانك حد يعني ايه؟ يعني حد قدر ان هو يمسك طوبة او حجر ويرجمك؟ فقالت له: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. خلي بقى المسيح يعني هنا يورينا المسيح فعلا أنه محب للعشرين خطاه، لكنه لا يقودهم إلى التوبة، يتهادى مع الخطية. قال لها: لا تخطئي أيضا. يعني مش معنى كده روح اخطئي تاني وبعدين أنا هسامحك. لا. قال لها: ما ترجعيش الخطية تاني. وقبل كده قال له: لا تعود الى خطر الا يكون لك اشر. الراجل اللي هو اللي كان المفلوج مفلوج فشفاه، بس قال له هيكون لك اشر لو رجعت تاني الخطيه. طب يا ابونا، يعني ده المسيح لكل المجد. يعني احنا بقى ازاي هنكون كده مع اللي عايزين يعادونا؟ بلاش، احنا بنقول ملناش اعداء، احنا مفروض ما نعاديش مع اللي بيعادونا، مع حد يغلط فينا، ما كان هو يعني ما كانش بيدافع عن نفسه، مع حتى الخطاه، لان لو لقينا حد ولا واحده دخلت خطيه في وسطينا، الناس هتبتدي تتكلم عن الخطاه ده وايه اللي جابها هنا وازاي، يعني هنتعامل ازاي بالوداعه والمحبه دي مع الناس زي المسيح؟ والمسيح ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته، وزي ما قال بولس الرسول: تمثلوا بي كما انا بالمسيح. اصل احنا ابتدينا ناخد خط العالم في كل حاجه، عايزين حقوقنا بطريقه العالم، عايزين يعني ندافع عن نفسنا بطريقه العالم. طب قولي لي، حد قدر ياخد حقه كمسيحي وكمؤمن عن طريق العالم؟ ما حدش بياخد حقه عن طريق ابدا. احنا بنشوف عمل الله، وازاي من خلال تمسكنا وايماننا ورجائنا فيه هو اللي فعلا مش بس بيرد للمظلوم حقه،
ولكن ينصفه أي إنصاف، إنصافه عجيب جدا لما بينصف الله المظلمين المظلومين. عشان كده نبص نلقى إن على مدى التاريخ، على مدى التاريخ يعني في مؤرخة مشهورة استعجبت بعد ما قرت التاريخ الأقباط في مصر أنه يوجد حتى الآن أقباط في مصر. طب ده، طب دي معجزة، مين اللي عامل المعجزة دي؟ ما هو هو اللي عامل المعجزة دي. فعلشان كده بقول أنه إحنا لو طالبنا بحقوقنا عن طريق أسلوب غير اللي علمه لينا المسيح هنخسر، لكن لو سلكنا كما سلك هو ونشوف هو ازاي يتعامل مع اعدائه وقاتليه وصالبيه هنبص نلاقي ان احنا فعلا هنتمتع بالقيامه. احنا كل اللي احنا شايفينه قدامنا الصليب والموت والضيق والظلمه، لكن القيامه دي حقيقه، المسيح قام في اليوم الثالث. ده اللي يدينا الرجاء، انه مهما كان الظلم مهما كان الضيق مهما كان التعدي، لكن لابد أن يستعلن مجد المسيح كما استعلن مجده أيضا في القيامة. فلازم يستعلن مجده في كنيسته لما فعلا ينفذ وعده أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده الكنيسة حتى لا توصي المؤمنين أن هم يحكموا بعضهم بعض عن في المحاكم العامة، بولس الرسول قال كده. ليه؟ قال لك يعني انت بتحاكم اخوك ليه؟ بتحاكم اخوك ليه؟ سلبك طب وماله؟ خد حقك وماله؟ لانه قال في رسالته للعبرانيين انتم الذين قبلتم سلب اموالكم بفرح، لان المؤمن الحقيقي حتى لو سلبت امواله وسلبت حقوقه وامتهنت كرامته ملجأه هو شخص المسيح، ملجأه هو الإنجيل، ملجأه هو وصية المسيح اللي حتخليه إن هو مش بس حقه يتردله هنا أضعاف أضعاف، ولكن أيضا سيكون له مجازاة عظيمة في الملكوت. عشان كده ما نخافش. يعني ده على مستوى الكنيسة. طب على مستوى الأفراد، يعني كلام قدسك ده جميل قوي، بس احنا ياما بنلاقي بنود دلوقتي كلام المسيح لا كلام الإنجيل، لا كلام الإنجيل اللي قدسك بتقوله. ياما بنلاقي بيوت خربانة واخوات وعين في بعض عشان يعني عشان ميراث، عشان نصيبي أكتر، علشان أخد حقي. يعني في الحياة العملية يعني فعلا يعني غير كده. طب لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في شرح، ياما بيوت بتبقى الأصوات فيها يعني تسمع الجيران من الخناقات. أيوة. والصوت العالي، عالي الحتة بقى اللي احنا عايزين، والعيال سامعين الصوت عالي، يعني عايزين الحياة العملية اللي بيعيشها الناس كل يوم. يا طمعوا عشان خاطر ان هم ما قروش الآية دي. ده حتى الآية دي لما جابها متى البشير عايز يؤكد إن هذه النبوة تنطبق على شخص المسيح، إنه لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. علشان كده لما نبص نلقى إن في بيوت الزوج يتخانق مع مراته لدرجة إن الصوت يسمعه الجيران، فالجيران يطلبوا البوليس، لأننا ممنوع إنه حتى إن الإنسان يعلي صوته في خناقة مع أقرب الناس إليه إن كان الزوج أو الزوجة. وإحنا حتى بلاش ملناش دعوة بالممنوع والقانون، إحنا خلينا في حتى في الكتاب المقدس عشان نعيش كمسيحيين. أنا بقول فعلاً. إن كان الدولة المدنية صح. العلمانية الغير عايز أقول إيه يعني، لأن ده قانون مدني مش قانون ديني. بالظبط. بيلزمني إن أنا ما أرفعش صوتي. الله، طب أصل كل المبادئ دي متاخدة من الإنجيل. متاخدة أصلا من الإنجيل، لأن أمريكا أصلا والغرب خد مبادئه كلها من الإنجيل. لكن كان بقى علشان خاطر الفساد والشر اللي انتشر في هذه الأيام بيحصل تغييرات في بعض الحاجات اللي لا تتفق مع الإنجيل، زي الاعتراف بالشواذ إلى آخره. لكن هنا كله كان متاخد من الإنجيل، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في شهر. فقال لك ما فيش حد
ان هو يتخانق بصوت عالي، لان لو اتخانق بصوت عالي يبقى هيزعج الناس اللي جنبيه، الناس اللي جنبيه ليهم حق انهم يطلبوا البوليس علشان يسكتوه. فعشان كده ده شخص المسيح. طب نتعلم ده كله منين؟ المسيح قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. اتعلم منه ازاي؟ يعني اتعلم من المسيح. المسيح كان عايش مع الاثنى عشر، فكانوا بيتعلموا منه لانه عايش معاهم. فانا اتعلم من المسيح ازاي؟ لان انا مش من ضمن الاثنى عشر اللي عاشوا مع المسيح 3 سنين وفعلا اتعلموا منه كتير قوي قوي قوي. لكن المسيح أصبح دلوقتي ليس ببعيد عن أي إنسان. المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح بيعلمني، لأني لما بفتح قلبي ليه زي ما قال كده أنا أتوقف على أبو أقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والروح القدس اللي أنا خدته هو اللي بيعلم او بينقل كل ما هو للمسيح ليا. ذاك يمجدني، المسيح قال كده على الروح القدس، لانه ياخذ مما لي ويخبركم. ياخذ من وداعه المسيح ويديني، من اتباع المسيح ويديني، من روعه المسيح ويديني. علشان كده ده المسيح، عشان كده بتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. فأنا عايز إن أنا أكون هادي ووديع، علي إن أنا أتأكد إن المسيح فيا وأنا فيه. بالضبط. علي إن أنا أعيش المسيح، علي إن أنا باستمرار أحفظ الوصية، لأن نفس الوصية اللي قالها المسيح بتخليني إن أنا أتغير. عشان إحنا بنلمس كلمة الحياة، لأن كلمة الله حية وفعالة. كل ما أنا أحفظ الوصية واحفظ الآية، ألقى نفسي الآية نفسها بتأثر فيا وتغيرني عشان كده بقى ما حدش يقول أنا طبعي كده، أنا لا. لما تنربز وما بزعل بتنربز، لما مش عارف إيه صوتي بيعلى. لا، الطبع اللي كده ربنا قادر إنه يغير هذا الطبع. آمين. ويهديني زي ما قال كده، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني ممكن الإنسان ياخد طبيعة جديدة يقدر يكون فيها هادي. لما نتعامل مع بعض بالتفاهم ممكن نختلف لكن نتفاهم. ايه اللي يخلينا نتخانق وصوتنا يعلى والعيال يبقوا في وسطينا صوتنا عالي؟ نتفاهم. مهم قوي الحاجات دي يا ابونا، لان هو ده اللي احنا عايزين يعني بنطلع بيه حياتنا الروحيه يبقى شكلها ايه في علاقتنا مع بعض ومع الاخرين. احنا اتكلمنا عن وداعه المسيح في تعامله مع اعدائه، وداعه المسيح في تعامله مع الخطاه، مع نفسه ومع الخطاة. مع الخطاة. وبعد كده وداعة المسيح كمان في إعلان ملكه. يعني إيه؟ يعني تصوري مثلا ملك وداخل علشان إن هو يغزو مملكة ويعلن إن هو أصبح الملك على هذه البلد. طبعا بيخش إزاي؟ بجنود ومركبات حربية، لأنه انتصر في الحرب بقى، وداخل علشان خاطر يعلن إن هو الملك. لكن المسيح في إعلان ملكه لأنه ملك. والمسيح لم يملك عن طريق السلاح أو السيف أو العنف، لكن المسيح ملك بالحب والبذل والصليب. عشان كده زكريا في نبوته صحاح 9 عدد 9 يقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. فالمسيح حتى في إعلانه لملكه دخل وديعا إلى أورشليم مدينة الملك العظيم لكي يعلن أنه هو الملك الحقيقي. وأورشليم هنا تشير إلى حياتي الداخلية. أورشليم أورشليم حينما يملك عليها المسيح يملك بالحب والوداعة. يعني
ازاي المسيح يملك على اورشليم حياتي؟ مش هيدخل عنوه زي ما قلنا، لكن بيقولها انا ذا واقف على الباب واقرع، على الباب ان سمع احد صوتي وفتح الباب، لا يفتح المسيح عنوه ليدخل، ولكن ينتظر متوسلا ومتوددا الى القلوب لكي تفتح للمسيح لكي يدخل ويملك. زي ما وقف على باب عروس النشيد وقال لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا كاملتي، لان راسي قد امتلأ من الطل وقصصي من الدليل، ما فتحتش. بعد كده قامت تدور عليه ما لقيتهوش، يا تحول وعبر. تحول. فياريت ما نتاخرش ونفتح على طول لما نسمع صوت المسيح بيقرع على الباب، نفتح على طول عشان يملك على كل قلب فينا. طيب اتسابونا. أيوة. شفنا المسيح في وداعته، في معاملته مع أعدائه ومع الخطاة، وإزاي كان وديع في إعلان ملكوته. أيوة. طيب هنقف هنا ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم أحبائي المشاهدين، ابقوا معنا. كذبوا من زيفوا الكلمات.
بكم مرة تانية أحب مشاهدين في حلقتنا النهاردة من برنامج كلمة الحياة أصحاح 42 من سفر أشعياء. والتليفونات هتتفتح بدري النهاردة، اللي يحب عنده أي مداخلات أو أي أسئلة بنرحب بيكم في أي وقت. أهلا بيك يا أتسابونا في حلقتنا النهاردة، وبنكمل مع قدسك النهاردة. العنف والمسيح القدوس. النهاردة العنف وازاي مسيحنا القدوس. شفنا ازاي المسيح كان يقول لا يصيح ولا يسمع احد صوته في الشوارع، وكان في منتهى الهدوء والوداعة مع اعدائه، مع الخطاة. حتى لما اعلن ملكوته اعلنوا في منتهى الوداعة، وليس يعني بالعظمة وبالعنف، لكن ملكوت المسيح اللي يقبل ويملك المسيح على حياته بيدخل قلبه، لكن اللي بيرفض هو حر، يعني مش بالعافية ولا بسيف ولا بأي شيء، لكن المسيح بيملك بالحب، بيملك بالحب. طيب عايزين نشوف المسيح بقى، يعني ايه أركان وداعة المسيح دي في ولطفه في تعليمه، يعني زي كان بيعلمنا الوداعة واللطف. أيوة. كان بيقول ولا كان بيعمل علشان نتعلم منه؟ احنا اتكلمنا عن وداعة المسيح في تعامله مع أعدائه، ووداعة المسيح في تعامله مع الخطاة، ووداعة المسيح في إعلان ملكوته. لكن المسيح فعلا ما كانش بيقول للناس خليكوا انكم لطفاء، خلينكم ودعاء، لكن الاول هو كان مثال للوداعة. يعني في يوحنا 13 وعدد 14 و15 يقول ايه؟ فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. فقبل ما يقول لنا خليكوا دعاء، يعني هذه الوصية إن احنا نغسل بعضينا أرجل بعض، ودي لها معنى، يعني أغسل رجلين الآخرين والآخرين يغسلوا رجلي، دول تلاميذ المسيح أو أتباع المسيح. يعني إيه؟ نخدم بعض، حب نغفر لبعض، نخدم بعض، ومش كده بس، نستر على عيوب بعض. لاني انا رجلي وسخه، واخده بالك، ومحتاج اللي يغسل. طبعا المسيح هو اللي بيغسل من الخطيه، والمسيح هو اللي بيستر علينا كلنا، لكن في نفس الوقت بيقول انت كمان استر على اخوك، واخوك يستر عليك، مش ندين بعضينا بعض. فالمسيح كان مثال في هذا، لأن غسل أرجل التلاميذ، غسل أرجل التلاميذ، وبين المعنى من هذا الغسيل، وقال لبطرس لأن الذي اغتسل لا حاجة له إلا لغسل إيه؟ أرجله فقط. عشان كده يبقى هنا غسل أرجل ده معناه إن في خطايا صغيرة ممكن الإنسان يقع فيها بعد اغتسل بالمعمودية، بعد ما اغتسل بدم المسيح، ممكن قوي يكون فيه اخطاء. فانا علي ان انا استر عليك وانت تستر عليا، انا علي اصلي عشانك وانت تصلي علشاني، عشان ربنا يغفر السهوات والهفوات والخطايا اللي الانسان مش دريان بيها. علشان كده هنا المسيح كان مثالا وقدوه فعلا، لانه قبل ما يعلم عمل أولا. ودي الحقيقة مش موجودة في أي نبي في العهد القديم كله، إنه قدر إنه هو فعلا قبل ما يقول كلمة يطبقها على نفسه ويعيشها. حتى أعظم الأنبياء زي داود النبي، داود النبي وصل إلى إنه هو الخطية دخلت بيته ودخلت قلبه ودخلت جسده، واحنا عارفين داود النبي عمل ايه. علشان كده حتى
القديسين بتوع العهد القديم، ويمكن كتير من القديسين في العهد الجديد محدش قدر يبقى مثال كامل، لكن تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. يعني إيه؟ يعني أنا بأتمثل بالمسيح، هو الوحيد النموذج الكامل أمامي، فأنا بتمثل به. وأنا بنصح كل إنسان إن هو لا يتمثل ببشر، لكن ياخد الفضائل اللي موجودة في الإنسان. لكن في بعض النقائص موجودة في البشر، ما فيش إنسان من غير ما يكون عنده ضعف معين. كلنا عندنا ضعف، مظبوط. عشان كده هنا المسيح فعلا زي ما شفنا إنه كان مثالا وقدوة، لأنه عمل وإيه؟ وعلم. عمل وعلم، عمل وعلم. والحقيقة بونا إن يعني كل أنبياء العهد القديم وقعوا في خطايا، يعني ما فيش حد كامل وقدوس إلا المسيح وحده ليه كل المجد. لكن عشان كده الكتاب ذكر كل ضعفات كل الأنبياء في العهد القديم، لأن كله بشر وكلنا في الموازين إلى فوق زي ما قلنا. لكن هو الوحيد اللي قال من منكم يبكتني على خطية، القدوس يعني القداسة المطلقة والحق الكامل في المسيح. فالمسيح هنا في غسله لأرجل التلاميذ قام بعمل العبيد زي ما قلنا قبل كده، لأن العبد هو اللي كان بيخدم وهو اللي كان بيغسل أرجل. وهنا المسيح في لوقا 22 حب يأكد الموضوع ده، فيقول إيه؟ لوقا إصحاح 22 من أول العدد 24 ل 27. وكانت بينهما أيضا مشاجرة بين التلاميذ، من منهم يظن أنه يكون أكبر. بيتشاجروا من أجل المتكئ الأعظم. والمسيح بيعلمنا إن احنا ناخد المتكئ الأخير. من هو الأعظم؟ وهي دي المشكلة. يمكن احنا دلوقتي شايفين في مشاكل كتيرة موجودة، في عايز أقول على مستوى الشعب والأمة كلها والكنيسة، من هو الأعظم؟ مين هو الرئيس؟ مين رئيس الوزراء؟ مين رئيس الجمهورية؟ مين الوزراء؟ مين المحافظين؟ مين رؤساء المدن؟ مين مدير المخابرات؟ مين مدير المباحث؟ مين الكل يسعى إلى مناصب، وحتى في الكنيسة. وكان بينهم أيضا مشاجرة، من منهم يظن أنه يكون أكبر. فقال ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم. هنا خلي بالك، قصده اللي فاكر نفسه أنه هو كبير فليكن كالأصغر، واللي فاكر نفسه أنه هو متقدم يكن كالخادم. لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أما الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. يا صور بقى التلاميذ قاعدين متكئين كده، والمسيح هو إيه؟ اللي بيخدمهم، اللي بيخدم. وده عمله المسيح فعلا في غسل الأرجل. أيوه. فإذا هنا المسيح بيعلمنا إن إحنا نكون ودعاء عن طريق إن أنا باستمرار أكون في أي مجلس أو في أي متكأ كالذي إيه؟ كالذي يخدم. كالذي يخدم، ومش كالذي يخدم، ولكن قلنا من شوية كمان إن أنا ما أقعدش في الصفوف الأمامية، لكن أخد الإيه؟ المتكأ الأخير. المتكأ الأخير، ودي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا 14 وعدد 10 و11. يقول إيه؟ بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك. لأن كل من يرفع نفسه إيه؟ يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. المتكئ الأخير، يا من يرفع نفسه بتجري. هو مش يتضع، هو بيخلوه يتضع، يعني ينزلوه، يعني ينزلوه. مش بيتضع بمزاجه. يا ف ده المتكئ الأخير. أيوة.
اللي المسيح عايزنا ناخده علشان يرفعنا هو بقى، لأنه يقيم المسكين من التراب ويرفع يرفع البائس من البائس المزبلة. من المزبلة، يخلي اللي في المنتكى الأخير إيه يجلسه مع إيه؟ مع شرفاء شعبه. شعبه. المتكئ الأخير أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف وصرف الأغنياء. الأغنياء فارغين. عشان كده دي الحقيقة تعاليم المسيح بخصوص الوداعة، وزي ما قلنا المسيح كان أساسا في تعليم الوداعة واللي هو عمله فعلا زي ما اتكلمنا قبل كده، لا تقاوموا الشر. ودي طبعا جزء من العظة على الجبل الموجودة في إنجيل متى والإصحاح الخامس، مهم خالص، متى 5:38-42، يقول إيه السيد المسيح في هذا الجزء: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، لأن في ناس لغاية دلوقتي عايشة بهذا القانون، عين بعين وسن بسن، والبادي أظلم. وعند الجاهلية يقول لك والبادي أظلم، لكن عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، يعني فيش حاجة اسمها عين بعين وسن بسن. واحد خزق لي عينه عيني ما روحش أخزق له عينه، ده قصده كده يعني. لا تقاوموا الشر، واحد عمل بيا شر ما عملش فيه شر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. آدي المبادئ الأساسية في وداعة المسيح كمعلم وفي تعاليمه. هو كمعلم وديع، وأيضا تعاليمه تحس على الوداعة. طيب تسمح لي أخذ تليفوني وأسيبون معنا ريمون. أهلا بك يا ريمون. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك، تفضل. ريمون من ألمانيا. أهلا بك يا ريمون. أبونا نعمة رب المجد يسوع المسيح مع قداستك وأخسوني مع كل المشاهدين. أهلا، بعتذر أبونا كرمال المداخلة، بس أنا حابب أشكرك وفرحك أبونا. أبونا القديس بشوي، أنا حابب بالفعل، لأنه صلواتك وصلاة أخت كاسوني وصلاة قناة الشفاء واللوغوس والكرمة، الأخ كيفارجس من ألمانيا، وكل القديسين اللي شاركونا أبونا، استجابت من الرب يسوع المسيح، قالوا كل المجد أبونا. حاضر. أبونا أنا اتصلت بقداستك بتاريخ 14/3/2012 أبونا، كرمال بنت خالتي جابرييلا من ألمانيا. أيوه، وكان في معه ورم بالراس ومنطقة مو كويسة أبونا، منطقة صعبة على قناة التنفس وأعصاب عيون أبونا. والدكاترة كانت تخاف كثير أبونا، لأنه ما فيها تسوي شيء. وبعد فترة كبر الورم 2 ملي أبونا، وكان الدكاترة تفكر تسوي كيموثيرابي أبونا، كيموثيرابي. ومرة سأ وضعه أبونا كثير، ونقلوه للمستشفى وعملوا له فحوصات وقالوا في مع الورم ومن النوع السيء، ووضعه تعبان وما بيطمن أبونا. ومجدا للرب يسوع المسيح أبونا، بعد 3 أسابيع من هالفحوصات أبونا كان إلى موعد حسب العادة بتاريخ 6/9/2012 قبل فترة أبونا بشتوتغارت بألمانيا، وعملوا له الفحوصات أبونا. ومجدا للرب يسوع المسيح أبونا اللي غير كل شيء أبونا. نشكر الله. والبروفيسور أبونا شاف الفحص وقال بأنه الورم ما كبر ولا شيء أبونا ولا تحرك، وبأنه الورم ما هو من النوع الخبيث، من النوع الجيد أبونا بيسموه من النوع الجيد. نشكر ربنا. والخبر أبونا الطيب قال من خبرة أبونا من غير أطفال احتمال كبير بعمر 10-12 سنة بيروح الورم من حاله أبونا. نشكر ربنا. يا سلام، يا سلام. ألف الحمد لله، وبنعطي المجد أبونا والشكر للرب يسوع المسيح. مجدا للرب أبونا. نحن بنتشكر قداسك أبونا بشوي. نشكر ربنا حبيبي. أنت على الهوى صليت أبونا بالروح القدس والرب استجاب أبونا. نشكر الله يا حبيبي. نشكر ربنا. نشكر ربنا. ربي يباركك نصيح أبونا ويطول بعمرك ويخليك لنا كلنا بركة أبونا. طب أنت طالب صلاة المرة دي عشان إيه يا ريمون؟ أنا طالب صلاة كرمال الشعب السوري بصراحة كله أبونا. أيوة. والصلاة بس أهم بصراحة، أهم من إنه الصلاة الروحية أبونا، ينقذ الرب يفتح
عيون كل إنسان عن الرب يسوع المسيح أبونا. أمين أمين أمين. الصلاة شفاء بالروح أبونا. أمين. كل إنسان أبونا أهم بكثير من الجسد صراحة أبونا. مزبوط. حاضر حبيب. وبس حاضر. إذا تسمح لي بقرأ آية أبونا من مزمور 68. أتفضل. حبيبي أبونا مزمور 68 وآية 20. الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارجه. أيوه. هللويا. أبونا أبوس إيدك وأنا بتشكرك كثير 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 أبونا. الرب يبارك. الله يبارك فيك حبيبي. ربنا يبارك محبتك. أبونا صلاتك. صلاتك. كثير أبونا. الله يبارك فيك يا حبيبي. شكرا حبيبي. الله يخلي الأخ التاسوني والقناة كلها. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يباركك يا حبيبي. ربنا شكرا. معك. نشكرك وبنشكر ربنا على محبته على إيده الشافية. يا سلام. أخبار بتفرح إن إلهنا حي وبيشفي حتى يعني الأمراض المستعصية عشان الدكاترة يعرفوا إن هو الرب اللي بيشفي وهم ما بيقدروش يعملوا حاجة. هو إيد ربنا اللي بتشفي فعلا بتعمل معجزات. أتسابونا كنا بنتكلم عن الرب يسوع لي كل المجد إنه في وداع التعليم. تعليم المسيح ايه المسيح لانه هو وديع وعرفنا ان هو شخص وديع لكن في نفس الوقت كمان بيعلمنا ان احنا ازاي نتحلى بالوداع وبيقول لنا السكة ايه. فقال لنا ان احنا ناخد المتكئ الاخير وان انا لما كنت متكئ مش بقى ان انا اخلي الناس يخدموني لكن كالذي يخدم زي ما هو كان بيخدم. وقلنا كمان علشان خاطر نبقى الانسان وديع انه لا اله يقاوم الشر. وقرينا من إنجيل متى 5 ومن عدد 28 38 42. وكمان الحقيقة قمة بقى الآيات اللي بتتكلم عن وداعة المسيح في تعاليمه أو تعاليمه اللي فيها وداعة واللي عايز أن يتحلى بها باستمرار اللي هو متى 5:44. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هل في وداعة أعظم من هذا؟ دي قمة التعليم بتاع الرب يسوع لكل المجد. بجد يعني دي قمة الوداعة والمحبة يعني في إيه أجمل من كده؟ نعيش الآية دي. اللي لعنا نباركه، اللي يبغضنا نحسن إليه، اللي حتى اللي يسيئوا لنا وترون صلي من أجلهم. إيه أبونا قمة المسيحية والتعليم المسيحي. هو قبل ما يقول كده جاب المرادف في العهد القديم يقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم. طيب ناخد أم سامي. أهلا بيك يا أم سامي، تفضلي أنت على الهواء. ألو مساء الخير. سلام الرب يسوع معاكم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. السلام المسيح يا أبونا. أهلا أهلا، تفضلي. أنا كنت بصلى لو سمحت يا أبونا. تفضلي. أنه ربي خلصني من روح الغضب. أنا بغضب كتير وبصلي من نفسي أنه ربي حررني من الروح دي، بس دايما بزعل كتير. ما اعرفش ابونا صلي لي لو سمحت. طب حاضر هصلي لك. هنصلي في الاخر صلاه خاصه لكل الناس طلبوا صلاه وصلاه يعني ختاميه. حاضر يا ام سامي. امين امين. حاضر. شكرا ابونا، ربنا يخليك. طيب. اوكي يا بنت، ربنا معك. اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم. العهد القديم تحب قريبك وتبغض عدوك. عشان كده بنقول ان المسيحي الحقيقي ليس له اعداء، لانه الوصية في منتهى الوضوح احبوا اعدائكم. حب المسيحي بقى يقول طب ازاي يعني الناس تحب اعدائها؟ طب ايه التصرف اللي انا اعمله؟ قال كده بعد كده على طول باركوا لعنيكم. لما واحد يلعني يشتمني ما اخدش موقف منه وابقى عدو ليه عشان شتمني او اهني. احسنوا الى مبغضيكم. واحد بيبغضني مش ابغضه، لا ده انا احسن اليه. الله. صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. واحد زي عايز يطردني من بلدي يقول لك اللي مش عاجبه يروح كندا ولا مش عارف ايه، اصلي له. ولكن اللي مش عاجبه هنا يعني في مصر عشان خاطر يعني
يمشي. أصلي له، صلوا لأجل الذين يسيئونكم يسيئون إليكم ويطردونكم. فعشان كده ده الدستور الحقيقي، وأنا أعتبرها أن أول مادة في الدستور المسيحي. لو عايزين نعمل دستور هنقول هذه هي أول مادة في الدستور المسيحي: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين ويطردونكم. عشان كده الحقيقة بطرس الرسول، لأنه كان تلميذ من تلاميذ المسيح، شاف ده بعينيه وقال كده في بطرس الأولى 2:23: الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. لم يكن يشتم عوضا، لم يكن يشتم. الحقيقة أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة. الناس اللي بتشتم، حد يكسر عليها بالعربية، حد يزمر لها، حد مش عارف إيه، عايزين إحنا الموضوع الشتيمة دي، لأنه الشتيمة دي انفعال في غضب، يبقى عامل خطيتين: غضب وشتيمة. طيب يا. ناخد أم وجدي من مصر. أهلا بيك يا أم وجدي، تفضلي. أيوة يا بون. أهلا بيك يا بنتي. أيوة يا بون، تفضلي. ازيك يا بون؟ أهلا وسهلا. أنا عايزك تصلي لي يا بون. سمي لي إيه؟ صلي لها. صلي لي. أصلي لك. حاضر. لولادي ولي وبيت. حاضر. ولولادك وللبيت. عشان بس تعيني بشغل يا بون. شغل؟ حاضر. أيوة يا بون. حاضر. حاضر يا أم وجدي. إيش يا بون؟ يا رب يخليك. الله يبارك فيك يا بنت. أهلا بيك. مع السلامة. طيب معنا فيفي. اهلا بيك يا فيفي، تفضلي. انت على الهوا. انا على الهوا ولا مواجد اللي على الهوا؟ لا، انت اللي على الهوا، تفضلي. اوكي. سلام يا بونا. سلام يا مير. سلام يا فيفي. على فكرة موضوع جميل جدا بتاع العنف مسيحنا القدوس، عشان احنا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الناس كلها بتاكل في بعضها، يعني من الاول العالم من اوله لاخره زي ما بيقولوا. عشان ايه بقى الحاجات دي بتحصل؟ الانسان فقد قدرته الالهيه طبعا، من ناحيه نسبيه طبعا احنا من زي الاله، بس فقد صوت، ابتدى الكون بيدخل عن طريق ادم لما سمع صوت ربنا واتصدق، اتحول الانسان من حاله. بتتكلمي من السيلفون ولا بتتكلمي من التليفون؟ انا بتكلم من التليفون، اصل انا دخلت مواجهه معايا مش فاهمه. لا اصل التليفون مش بيقطع. طب اطلبينا تاني في احسن تليفون بيقطع، قفلي واطلبينا تاني. اقفل واطلب تاني. طيب. اوكي. طيب معنا سوريان من لندن. اهلا بيك يا سوريان، تفضلي. اخت ماري. اهلا بيك. سلام المسيح معك ومع ابونا الفاضل. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اخت ماري، كل إنسان مؤمن مسيحي يستحيل أن يقدر أن يقابل الشر بالشر أو يقابل الإساءة بإساءة. أيوه. لأنه لو قرأ الكتاب المقدس من بدايته إلى نهايته هي كلها تتكلم عن المحبة وعن الغفران. العنف ليس فقط يعني بالعمل، أنه يكون عنيف بالعمل، لكن حتى بالكلام. احنا نعرف انه كل قاتل نفس لا يدخل الى ملكوت الله. وايضا في رسالة يوحنا الرسول الاولى الاصحاح الثالث يقول الوحي الالهي: كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه. ورب المجد قال حتى اللي يقول رقا، يقول كل من يبغض على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. يعني حتى الكراهية رب المجد أنه خلاها في منزلة، في خطية منزلة القتل. والقاتل اللي لا يرى ملك الحياة الأبدية، لا يرث الحياة الأبدية. أخت ماري، كان عندنا بايبل استديها اليوم، صدقيني كل صلوات
وللذين أساءوا والأحداث الأخيرة في مصر واللي أساءوا إلى الأخوة المسيحيين أو اللي أساءوا لأي شخص مهما ما كان ديانته أو خلفيته، كله كان صلوات، لأنه ربنا وإلهنا علمنا أنه نصلي للجميع ونحب الجميع. وأنا بس حابة أقول مهما ما عملوا ومهما ما فعلوا مع من إساءات مع المسيحيين أو مع أي شخص، نحن عندنا إله قادر، إله يدافع عننا وإله يحمينا. وقال الرب أنا أقاتل عنكم وأنتم تصمتون، لأن إلهنا وعوده ثابتة، وهو الأمس واليوم وإلى الأبد وما يتغير. شكرا للأخت ماري على هاي البرامج، والرب معاكم ودائما يسخركم المجد اسمه. ألف شكر والله معاكم. شكرا لك يا سوريا، ربنا معك حبيبتي. شكرا لك على مداخلاتك وتأملاتك. فإحنا بنتكلم عن وداعة المسيح، وكمان المسيح علمنا إزاي نكون ودعاء من خلال تعاليمه المقدسة، وشفنا بعض الآيات اللي بتتكلم عن أهمية الوداعة في حياة الإنسان المسيحي. والحقيقة كنت عايز أقول المسيح هو الوحيد اللي قدر يقول في متى 11:29 احملوا نيري عليكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. صحيح اتكلمنا عن بعض التعاليم اللي قالها السيد المسيح عشان نتعلم الوداعة، لكن زي ما قلنا من شوية أساسا ان احنا نتعلم منه، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. واحنا عارفين وداعة المسيح أساسها يعني، أو الشيء اللي كان واضح فيها فعلا وللناس لغاية دلوقتي مش قادرين يصدقوا إن المسيح عمل كده، إنه أخلى ذاته من مجد الإلهة. يعني اتضاع عجيب، لأن الوداعة مرتبطة بالاتضاع والاتضاع مرتبط بالوداعة. احنا كتير قوي بننسى إن مسيحنا القدوس اللي وجد في الهيئة كإنسان هو الله الكلمة الذي أخذ جسدا من أجلنا. عشان كده يقول في رسالة بولس الرسول الآلي في لبي صح 2:5 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الحقيقة فكر الاتضاع وفكر الوداعة إزاي يغرس في أذهاننا زي ما كان في فكر المسيح. فليكن فيكم هذا الفكر، فكر. يبقى إذن أنا الأول علي إن أنا أتحلى بفكر الاتضاع أو بفكر الوداعة. أنا ما أقدرش أقارن نفسي بالمسيح، مسيح أكل نفسه من مجد الإلهة، لكن أنا إنسان، أنا تراب. فعلي إن أنا يكون عندي فكر اتضاع، إن أنا على الأقل أخذ المتكئ الأخير، أكون كالذي يخدم، أنفذ الوصايا اللي بتتكلم عن لا تقاوموا الشر، أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين إيه يسيئون إليكم. ولو مش قادر هطلب من ربنا أن يسندني عشان أقدر أنفذ الوصايا دي. مظبوط. والمسيح الحقيقة في وداعته ولطفه في كمان حنان وشفقة. يعني إيه؟ يعني هو وديع فعلا، لا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته، لا بيرفع صوته ولا حد كان بيسمع صوته، إن هو لا بيتخانق ولا بيعلي صوته ولا دخل في مناقشة مع الكتبة الفريسيين
وابتدى انه يزعق فيهم. ما حصلش يزعق في حد، دي ما حصلتش مع المسيح. لكن الحقيقه كان بيتحنن على الجموع. يعني ايه؟ وهنا نشوف ان لطف المسيح وشفقه المسيح وحنان المسيح مرتبط بودعته. في متى 14:14 يقول ايه؟ فلما خرج يسوع ابصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. تحنن عليهم وشفى مرضاهم. يبقى هنا شفاء الامراض ما كانش عمل استعراضي، لكن كان عمل شفقه وتحنن. ودي حته في منتهى الاهميه. المسيح كان بيشفي المرضى من اجل تحننه، مش استعراض مجد لاهوته. ما هو مجد لاهوته، ما هو كان الحقيقه يعني لما كان المسيح بيحاول يعلن او يعني عايز يعلن هذا المجد كان بيعلنه، زي مثلا في جبل التجلي، زي في قيامته المقدسه، كان في مواقف كثيره. لكن شفاء المرضى كان معجزه كان بيعملها المسيح، كان من اجل تحننه. وعندنا ايه في مرقس 1:40 وكمان 41 يقول ايه؟ فاتى اليه ابرص يطلب اليه جاسيا وقائلا له ان اردت تقدر ان تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فايه؟ فاطهر. فهنا تحنن يسوع، تحنن وشفى الابرص، مش عشان خاطر ان هو يعني ولي سلطانه على المرض بس، لكن ده من اجل حنانه، ان هو لا يحتمل ان هو يرى انسان مريض وهو يستطيع ان يشفيه الا اذا كان بيتمم معجزه الشفاء. طيب معنا ساميه من الجزائر، اهلا بيك يا ساميه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ساميه. انا عايز اسال اسئله كثيره محيراني وتعبانه كثير. اولا انا كنت مسلمه وسبت الاسلام خالص. بعدين دلوقتي بدور قبلت الرب يسوع، ولكن مش عارف الرب يسوع موجود ولا مش موجود. انا افكار الحاد عم تلاحقني، مش عارف ازاي اتخلص منها. انا بصلي ما فيش استجابات، مش عارف ليه. طب انت ايه اسئلتك يا ساميه؟ تسالي عن ايه مثلا؟ انا عايز مش عارف ازاي اتاكد سلام في قلبي ان يسوع ربي يسوع موجود، ولما اموت اروح السماء. ما عنديش يقين، مش عارف ازاي اتحصل على اليقين ده. طيب انا عايز اسالك سؤال. انت لما يعني تعرفتي على المسيح، تعرفتي على المسيح اللي مات على الصليب، طب المسيح مات على الصليب ليه؟ مش عشان خاطر يغفر خطايانا؟ مش عشان خاطر ياخد عقوبة الموت بدل عني وعنك وعن كل إنسان يؤمن بيه؟ طب لو المسيح فعلا إن هو خد الموت اللي فينا من خلال موته الكفاري على الصليب، وخد كمان كل الخطايا اللي فعلا يعني أجرة خطية واحدة بس الموت، لكن هو حمل خطايانا كلها في جسده على إيه؟ على الخشبة. فالمسيح لأنه الإله المتجسد، لما المسيح خد جسد من العذراء مريم واتحد هذا الجسد بالكلمة اللي هو الثالوث أو الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس، الكلمة عندنا الآب وعن الكلمة والروح القدس إله واحد. فأصبح جسد المسيح ده لما اتحد باللاهوت أصبح جسد المسيح ده لا نهائي. ليه؟ لأن اللاهوت لا نهائي. عشان كده المسيح لما مات على الصليب غفر كل الخطايا، لأنه غير محدود في غفرانه، غير محدود في كفرته وفي شفاعته الكفارية. عشان كده يقول ويطهرنا من كل اسم. فعلشان كده الحاجة الوحيدة اللي تخلي الإنسان إنه هو معرض للدينونة هو إنه ما تغفرتش خطاياه. لكن لو أنت فعلا أمنت بالمسيح وإن المسيح حمل خطاياك في الخشبة عنك، وإنت دلوقتي تحررتي من الموت وكمان من عايز أقول شوكة الموت اللي هو الخطية. ايوه بس نعم شكرا. انا ليش ما بتستجاب صلواتي؟ مش عارف ليه. شوفي عايز اقول لك على حاجه.
في نقطة بس هي الشيطان ساعات يحاربنا بيها عشان يفقدنا رجائنا في الملكوت. يجي للإنسان يقول لك لا طب ده أنت يعني إزاي أنت خدت إزاي حياة جديدة مع المسيح؟ فين الطبيعة الجديدة؟ ما أنت لسه بتخطي أهو، ما أنت لسه بتعمل كذا، أنت ما بتصليش، أنت مكسل، أنت إيه اللي بتعمله من أجل المسيح؟ ويجيب تصورات كتير قوي علشان يسلب رجاء الإنسان ويضيع ملكوته. لكن عايز أقولك على حاجة، إحنا مش هندخل السماء لأن إحنا صلينا كويس أو لو إحنا عملنا حاجة كويسة، لكن يقول معلمنا بولس الرسول فإذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه حديثا حيا بالحجاب أي جسده. وإحنا لا نشك أبدا إن فعلا طبيعتنا، أنا عايز أقولك على حاجة، لو أنت فعلا يعني ما كنتيش لغاية النهاردة تبقى ثابتة في المسيح، أنت النور جواك، لكن إله هذا الدهر لأنه كل ظلمة شيطان بيحاول يضللك ويخليك أنك أنت يعني ما عندكش ثقة ورجاء في أن النور اللي خدتيه ده نور حقيقي والمسيح فيك، وأنك أنت زي ما المسيح فعلا مات على الصليب وقام الأموات هيقيمنا كمان إحنا علشان خاطر في اليوم الأخير ويدينا أجساد ممجدة لنكون معه في المجد في السماء. عايزة أطلب طلب آخر. تفضلي. أنا عايزة تصلي لي إني أتحرر من أفكار سلبية، وكمان عايزة تصلي لي عشان الارتباط يعني هنا بلد مصر يعني في الجزائر صعب. أتحرر من أفكار كل أفكار شيطان، وبتصلي لي عشان الارتباط والزواج. عشان ايه؟ عشان ربي يحررني من افكار سلبيه ايوه. وايه تاني؟ ايوه بتصلي لي كمان عشان الزواج، عشان الارتباط يعني عايز يتقدمني. طيب بيحب ربنا. حاضر. طيب انا برضو شاعر من لهجتك يا ساميه انها لهجه حزن، واخده بالك؟ نعم. إن أيوة. المسيح يا بنتي دعانا للسلام وللفرح، واخده بالك؟ وما اجمل فعلا الاختبار الحقيقي اللي بإنسان لما بيتعرف على المسيح وكده بيلقى نفسه انه اتشالت الخطية او الخطايا او دينة الخطية من على كاهله واترمت في بحر النسيان ولا يعود يذكرها فيما بعد، بقى فرحان فرح لا ينطق به مجيد. ده اللي قاله بطرس الرسول، قال لك مجرد انك تؤمن بالمسيح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فأنا حصلي لك أن ربنا يديلك فرحة الخلاص ونعمة الثبات علشان أنك أنت تتأكدي كل يوم أن المسيح فيك وأنت فيه وأنت ثابتة فيه. عليك بس أنك تقري الإنجيل كل يوم وتقري كتير، وأنك أنت تصلي مهما كانت الحرب، تصلي وتصلي علشان خاطر فعلا لغاية تقول يا رب مش همشي من قدامك إلا ما تفرحني وتديني وتخليني أدوق نعمتك وخلاصك. أمين. اوكي يا سامية، ربنا معاك يا بنتي. شكرا لك. إلا يعني الحقيقة اذا كافت كنت عايزة اقول لها برضو، اصلا بتقول ان مش بيستجيب الصلوات، يعني حاسة ربنا ليه مش بيستجيب صلاتي. فاوقات احنا بنصلي ونطلب طلبات يمكن ربنا مش عايز يستجيبها دلوقتي، فما نحطش لو ربنا ما استجابش لصلواتي ان انا ربنا مش موجود او ربنا مش سمعني. لا، الطلبات المادية ربنا بيبقى ليها وقت معين يطلبنا فيه يستجيب فيها، علشان كده مش لازم ابدا نستنى ربنا لازم يستجيب لطلباتنا والا هو مش موجود. ربنا معاك يا سامية، والمرة الجاية تكلمينا وانت في حالة فرح وربنا يكون معاك باستمرار. معنا فيفي، اهلا بيك يا فيفي. اهلا. سلام يا ميري. سلام يا فيفي. الصوت كويس؟ كده احسن. كلمي اتفضلي. طيب، على فكرة المواضيع دي جاية في وقتها وفي مكانها بأمانة، مواضيع يعني حيوية علشان احنا الناس كلها قلقانة من اللي بيحصل في العالم كله، فما بنتكلم في الحاجات دي الواحد بيطمن شوية. وبعدين ربنا سمح ليه بالمواضيع دي؟ ما هو في الأول لما الإنسان فقد الصورة بتاعته طبعا الإلهية، بالنسبة طبعا نسبية مش إلهية زي السيد المسيح، لا طبعا، ابتدى الخوف بيدخل لآدم ساعة ما اختبر القصة اللي احنا عارفينها وربنا بيدور عليه وكده، فما ابتدى يختبئ ويخاف ابتدى الانسان يضعف. فما الواحد يكون ضعيف مين اللي يدخل فيه؟ الشيطان.
مرة بقى مع نفسه ومع العالم، حقد وغيرة وحروب واللي نحن شايفينه دلوقتي. لكن لما المسيح في ملء الزمان تجسد وجاء في الأرض وعاش وسطينا وخد في الصوت بيقطع، ظهر مشكلة من عندنا احنا جماعة بتاع الصوت، يا ريت تخلوا بالكم ايه اللي بيحصل ده لو سمحتوا. صوت بيقطع يا فيفي. طيب زي بعضه عشان خاطر يعني احنا قطع المكالمة يعني دلوقتي وبعدين خليني في الاخر لما اسكت يتعدل. طيب يا فيفي نطلع. طيب نطلع فاصل احبائي المشاهدين ونرجع نكمل معاكم، ابقوا معنا. يا ابني ما تشوف ايه حكاية الصوت ده. بتناديك حقق وعدك
مرة تانية معاكم أحبائي المشاهدين في آخر جزء من حلقتنا النهاردة من برنامج كلمة الحياة. والحقيقة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن وداعة المسيح ومحبته وتعاليمه الجميلة، وقلنا قبل ما كان بيعلم أي شيء كان بيعمل الأول، علمنا المحبة، علمنا غسل الأرجل، علمنا الوداعة والتواضع، كل ده شفناه في حياة المسيح قبل ما يديهولنا تعاليم كان هو بيعمل بيه في الأول. أتسابونا الحقيقة الآية اللي جاية دي جميلة قوي قوي قوي، وبتدي رجاء لكل إنسان. يعني حقيقي أنا بحب قوي الآية دي، لما الإنسان كده يضعف، لما الإنسان يفتر، لما يتعب شوية، الآية دي تيجي كده قدامه: قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. يعني الآية دي المقصود بيها، يعني اتكلمنا فيها بقى بتوسع شوية لأنها فعلا آية جميلة قوي. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة أو مدخنة زي ما جت في إنجيل متى، لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. الناس تملي تدوس على الناس الضعيفة ويجرحوا مشاعر الفقراء والمساكين والمعوزين، ما يدوش رجاء وما يحاولوش يساعدوا إلى الناس اللي زيهم وفي مستواهم. لكن المسيح غير كده، المسيح هو حبيب الضعفاء والمجروحين. يعني ما يرفضش إنسان علشان إنه هو ضعيف، إيمانه ضعيف، محبته ضعيفة، حياته الروحية بقت فترة. عشان كده يقول قصبة مردودة لا يقصف، ما يكسرهاش بقى المردودة دي، لا، بل بالعكس المسيح يبعث أو يبعث الرجاء في قلوب الضعفاء، وأيضا يعصب جراحات المسحوقين. ناس كتير قوي قوي بتصاب زي ما سمعنا الأخت كانت شوية بحرب شديدة قوي من الشيطان، وإنسان يفكر إن هو خلاص ملوش رجاء في المسيح، وإنه مش هيروح السماء، وإن الملكوت ده بعيد عنه. لكن المسيح حط لنا آيات في الكتاب المقدس علشان الإنسان لما يرجع ليها إنه لا يفطر ولا يتزعزع ولا ينتقص إيمانه. عشان كده مهم قوي إن أنا ألتجئ إلى المسيح ليقويني، ألتجئ إلى المسيح ليعطيني رجاء من خلال تعاليمه، من خلال آيات اللي موجودة في إنجيله. المسيح هو فعلا اللي بيريح أو يريح النفوس الضعيفة والمتعبة. عشان كده قال في متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تروح بهمومك وأتعابك وأحمالك للناس تتعب أكتر، لكن تروح للمسيح يخفف عنك، لأنه لو شافك ضعيف وفقير ومحتاج وغلبان هيطرق أحشاؤه ليك ويتحنن عليك ويشفيك وينهضك ويقيمك وأيضا يريحك. عشان كده أحبائي النهاردة عايزين نتعرف على شخص المسيح اللي قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فتيلة مدخنة يعني شمعة كده وخلاص دي بتدخن، الناس كلها تروح طفياها، المسيح يقولك لا، ده في أمل إنها تنور تاني. أنت لو وصلت إلى مستوى هذه الفتيلة المدخنة وان انت يعني ابتديت تقول لا انا خلاص مفيش نور في حياتي، المسيح هو نور حياتك، قال انا هو نور العالم، هو اللي حينور قلبك من تاني، حينور ذهنك من تاني. اوعى انك انت تيأس او تفشل لانك اصبحت قصبة مردودة او فتيلة خامدة. ليه؟ لان
المسيح لا يمكن أبدا أنه هيكسرك، ولا يمكن أبدا أنه هو هيطفيك، بل بالعكس أنت لو بتطفئ الروح القدس اللي فيك، المسيح يقول لك عن طريق بولس الرسول اضرم الموهبة التي فيك، لأنك أنت واخد نعمة، واخد الروح القدس. عشان كده يقول لك المسيح اوعى انك تنزعج لو انك وصلت الى هذا المستوى. اقام لعازر من الموت بعدما انتن 4 ايام. انت وصلت لايه؟ وصلت الى ايه مستوى، او اي مستوى من مستويات الضعف الروحي او الايماني، علشان خاطر المسيح يتعامل معاك زي ما تعامل مع العازر. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. هقول لك مثل السامري الصالح ده، كان هذا الإنسان اللي المسيح اعتنى به ملقى في الأرض بين حي إيه وميت، لكن المسيح شاف فيه نسمة حياة، علشان كده عمل على شفائه وفضل وراه لغاية لما تم شفائه بالكامل. فالمسيح هو السامري الصالح الذي يستطيع أن يشفي كل جراحات المتعبين والمنهكين والذين لصوص هذا العالم جرحتهم وضربتهم وألقتهم إلى الأرض. عشان كده تاني الآية، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. أنا شخصياً بحب الآية دي، لأن فعلاً زي ما قلت كده بتدي رجاء للإنسان، بتدي رجاء. لازم يعني. أنت قصبة مردودة ولا فتيلة متخمدة؟ أنت قصبة جامدة قوي في المسيح يسوع. أشكر ربنا. لا صحيح. يعني الإنسان ما بيتعب ولا يضعف ما يسلمش أبداً لليأس، يعرف أن ربنا يجي ينفخ في الفتيلة الضعيفة كده تشعل التاني. تنور. أشكر ربنا. طيب يا أبونا، في الآيات نفس الآيات في الحتة دي، يعني آية 1 والآية 3 والآية 4 بيتكلم عن موضوع واحد. في الآية 1 بيقول هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. في العدد 3 بيقول قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان إلى الأمان يخرج الحق. العدد 4 بيقول لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. يعني بيتكلم عن يخرج الحق ويضع الحق. يعني هل المسيح استعمل العنف لكي يخرج هذا الحق ويضعه، ولا إيه الوسيلة اللي استعملها لكي يخرج الحق ويضع الحق؟ هي دي مشكلة العالم دلوقتي. كل واحد فاكر أنه الإيمان بتاعه هو الإيمان الحق. العقيدة بتاعته هي العقيدة الحق. الديانة بتاعته هي الديانة الحق. فعايز يفرض الحق بتاعه على الآخرين، واخد بالك؟ بأي وسيلة، بأي وسيلة. وإحنا عارفين إن البعض بيستعملوا وسائل فيها عنف وفيها سيف وفيها سلاح، حتى لو كان التاريخ قال إن المسيحيين استعملوا العنف لنشر الإيمان المسيحي، هذا خطأ. حتى لو ناس حبوا يدافعوا عن المسيح بالعنف، هذا خطأ تاريخي وخطأ إن الكنيسة يعني إنها تتهم بهذا، لأن اللي عمل كده ما بقاش مسيحي. المسيح ما علمناش إن إحنا نظهر الحق ونعلن الحق عن طريق العنف أبدا. وهنا في هذه الآيات فعلا المسيح مهتم جدا بالحق، وعلشان كده المسيح كان بيحاول في مواقف كثيرة أن يظهر الحق ويعلن الحق. طب إيه الحق ده؟ المسيح الحق اللي هو أعلنه واللي فعلا جه من السماء علشان يرسي قواعده. ولما نقول الحق هنا، الحق مرتبط بحاجتين، بالبر وبالحكم. righteousness
and judgment. فالحق اللي بيتكلم عنه المسيح مش ممكن يكون إلا من خلاله هو فقط. ليه؟ لأنه الجادجمنت أو الدينونة اللي كانت على العالم كله المسيح حملها في نفسه. عشان كده قدر بولس الرسول يقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. مفيش دينونة. فمفيش دينونة. وعشان كده البر مرتبط بالحق، لأن مش ممكن إنسان يتبرر بدون إن القضية اللي عليه تخسر، الحكم اللي عليه يزول. إحنا خدنا حكم يعني محكوم علينا بالموت، لأنه فعلا آدم أخطأ والبشرية كلها أخطأت في آدم. موتا تموت، دخلت الموت دخل إلى البشرية كلها. علشان كده بقى إذن المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الحق. إذن في المسيح يسوع تمت دينونة الخطية، وفي المسيح يسوع أعلن بر الله. عشان كده يبقى لا يوجد طريق آخر. هو هنا ربط الطريق بالحق، أنا هو الطريق والحياة ده مع بعض، غير المسيح هو الحق. عشان كده في يوحنا 14:6 هقول آية تاني، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني إيه؟ يعني محدش يقدر يوصل ويعرف ربنا إلا عن طريق المسيح الكلمة المتجسد. مفيش طريق تاني. يعني حد يقول أنا بعرف ربنا الإله الحقيقي من غير المسيح يبقى كذاب. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. محدش يقدر. عشان كده قال في يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الحق اللي بيعطي حياة أبدية. طيب اسمح لي أخذ تليفون يا أبونا. معنا كارم، أهلا بيك يا كارم، اتفضل. مرحبا. أهلا بيك، اتفضل. أنا بدي صلاة من أجل بنتي، ربنا يوفقها، بعيدة عني بولاية بمدينة ثانية غير الولاية اللي أنا فيها، غير المدينة أنا فيها، وبدي صلاة من أجلي، ما أنا وضعي المادي صعب وما بدون شغل، يعني صار مشكلة مع الشغل وطلعت على الشورت تيرم ديسابيليتي. حاضر. فبدي صلاة من أجلي. حاضر. حاضر يا كارم. ده منين هي بلد؟ من أنا من الأردن، بس أنا ساكن برمنغهام ألاباما. ساكن فين؟ برمنغهام ألاباما. برمنغهام. برمنغهام. حاضر، هنصلي لك في آخر برنامج يا كارم. حاضر. شكرا شكرا. ربي يبارككم. ربنا معك يا كارم، ربنا معك. أيوة تسبونا الحق، إنه هو الطريق والحق. الحق، وهو أيضا مش الحق اللي يعطي حياة، هو الحق الذي يحرر. أيوة. المسيح هو الحق الذي يحرر. احنا عارفين الكلام اللي قال المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 8. انا كان اقول الايه اللي هي المهمه عشان خاطر الوقت. يوحنا 8:36 فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. وهنا بيتكلم عن عبوديه الايه؟ الخطيه. قال قبل ما يقول كده، قال كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه، ولكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. عشان كده وهنا الحق اللي بيعنيه المسيح الذي يحرر والذي يعطي حياة أبدية، لا بالعنف ولا بالقتل ولا بالسلاح، ولكن هو أعلن أو أعلن هذا الحق بالحب وبالوداعة وبالبذل حتى إلى الموت، موت الصليب. طيب يعني إذا كنا بنتكلم على يعني من غير عنف المسيح يعني أظهر الحق من غير أي عنف أو حروب، يعني لو بصينا لأي معاهدات بين دول بنلاقيها بتيجي بعد حروب، يعني زي مثلا معاهدة كامب ديفيد، يعني بعد حروب طويلة بين مصر وإسرائيل والعرب حصلت معاهدة كامب ديفيد، لكن ربنا قطع لينا عهد جديد في المسيح يسوع. أيوة.
ولا عن طريق عنف ولا عن طريق حروب، لكن عن طريق سفك دم المسيح، ليه كل المجد. أيوه. ايه بركات هذا العهد ده؟ طيب انت قصدك الايه اللي هي بقى رقم 6 في اشعياء 42 اللي بتتكلم انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم. عهدا للشعب. فعلا يعني شفنا حصلت عهود بين بعد الحرب العالميه الاولى وبعد الحرب العالميه الثانيه، والحاجة اللي احنا بنذكرها في جيلنا اللي هو معاهدة كامب ديفيد علشان يكون في سلام. المسيح علشان يصالحنا مع الله يكون سلام، في سلام بيننا وبين الله الآب، دفع ثمن غالي عاملا الصلح بدم صليبه. من خلال الصليب صالح السمائيين بالأرضيين. علشان كده هذا العهد اسمه عهد جديد، العهد الجديد بدمي. فده عهد عمله المسيح، عشان كده هنا بسميه ايه؟ واجعلك عهدا للشعب. يعني ايه عهدا للشعب؟ يعني هو وسيط هذا العهد، العهد الجديد. وفي العهد الجديد الله يعطي الخلاص ويعطي السلام والمصالحة لكل من يؤمن بشخص المسيح اللي أتم خلاص البشرية على عود الصليب. وتنبأ أرميا النبي عن هذا العهد في أرميا 31 من 31 لإيه؟ 34. ها أيام يأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. إيه هو العهد ده؟ نكمل أرمية 31 31 ل 34. أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن اسمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. ده العهد الجديد اللي عمله المسيح. وشايفين هنا أنه يعني العهد الجديد ده فيه الحقيقة مميزات عجيبة جدا جدا. يقول كده عن هذا العهد، يقول أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. يعني أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، يعني إيه؟ يعني بقولك مش محتاجين حد يعلمهم لأنه كلهم هيكونوا متعلمين من الله. ده هنا بيتكلم عن الطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة للإنسان بياخدها من خلال اتحاده بالمسيح، من خلال إيمانه بالمسيح، من خلال معموديته المقدسة على اسم المسيح له كل المجد. فهنا بيقول ده عهد جديد، بس العهد الجديد ده اتدفع فيه ثمن غالي قوي قوي قوي. شفنا ان بعد كام يعني بعد الحروب او ثلاث حروب كبار كانت بين مصر وبين اسرائيل حصل كامب ديفيد. لكن المسيح بذل دمه، ابن الله سفك دمه على عود الصليب علشان يتم هذا الصلح اللي بين الإنسان وبين الله. صلح دائم. يعني مثلا ايه ممكن قوي يجي في وقت من الأوقات وكان بديفيد دي تبص نلقى انتهت، لأن الشعب ملوش أمان. ممكن إسرائيل تبتدي أو مصر تبتدي أو أي عهد بين أي دولتين، لكن العهد اللي قطعه المسيح بدمه ده بين الله والإنسان
زي بالظبط لما بعد الطوفان ربنا عمل عهد مع الإنسان عبارة عن قوس قزح، وقال أنا مش ههلك الإنسان تاني بطوفان الماء ده، مش هجيب أبدا طوفان على البشر. أصل بيضمن العهد ده يبونا الله، الله نفسه نفسه. أيوة. لكن هنا عهود الأرض بشر متغيرين، يعني السادات راح وحد جاء تاني، أو مبارك راح وحد جاء، ممكن يغير العهود، لكن الله نفسه اللي ضامن هذا العهد اللي ليس فيه تغيير ولا ولا ظل دوران. العهود الأرضية بتبقى مكتوبة على ورق وسق موجود بدم صليب. لكن المسيح عمل العهد ده بدم، وكتب بالدم، عهد بدم المسيح. صحيح ان الحروب بتسفك فيها دماء كثيرة، لكن دي كلها دماء ناس، لكن ده دم ابن الله اللي سفك على عود الصليب. عشان كده الحقيقة احنا هنا لما نقول انا الرب قد دعوتك بالبر، احنا اتكلمنا عن البر بشوية، فامسك بيدك واحفظك واجعلك امسك. هنا بيتكلم عن ان خلاص المسيح ده لازم يتم، لازم يتم. ومهما الشيطان كان واقف ضد المسيح، يا اما في التجربة او في جسيماني او على الصليب، لكن الخلاص تم، لان ده دعوة خاصة بالمسيح ليكون عهدا لايه؟ للشعب ونور الأمم. والآية دي اتكررت في أشعياء 49:8، هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب. أجعلك عهدا للشعب. الحقيقة يعني العهد اللي أكمله المسيح ده مش بس يعني إن هو ادانا دمه ودانا صليبه عشان نتصالح مع الله، وعلشان خاطر يكون في سلام بيننا وبين الله، وسلام بيني وبين أخويا، وسلام في العالم كله لو اتبع المسيح فعلا ولو آمن بالمسيح فعلا. لكن أكتر من كده يقولك إيه؟ وأجعلك إيه؟ عهدا للشعب ونورا للأمم. نورا للأمم، نورا للأمم، نورا للأمم. الحقيقة هنا مش بيتكلم على النور زي ما احنا شوف وقت النور ضعف الكهرباء كان من شوية بتضعف وتزيد وتقل، يعني ده نور، نور الشمس ونور الكهرباء ونور، لكن هنا بيتكلم عن الاستنارة. ايوه دي بتنور جوه. ايوه دي الاهم، يعني استنارة ينير البصيرة الداخلية. والانسان لو استنار بنور المسيح هيرفض كل ظلمة، هيرفض كل نجاسة وكل خطية كل بغضة، لأن البغضة ظلمة، ويقبل النور والحياة في المسيح يسوع. عشان كده في سفر أعمال 13:47 يقول لأن هكذا أوصانا الرب، قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. نورا للأمم. فعلا شفنا أمم كثيرة لما بتتعرف على المسيح ونور المسيح يبتدي انه ينير القلوب الجائعة والمتعطشة الى الحق، نلقى ان فعلا استعلن الحق ومبقاش فيه روح البغضة وروح العدوان وروح القتل وروح سفك الدم. اكلوا او اكلي لحوم البشر لما تعرفوا على المسيح فقدوا طبيعتهم الوحشية، وابتدوا ان هم يعيشوا في ملء النور والحب والاستنارة. عشان كده ده النور الحقيقي اللي قال عنه في يوحنا 1:9، كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم. هو النور الحقيقي اللي يدي استنارة حقيقية للعقل والقلب والذهن ويجدد طبيعة الإنسان. هو قال على نفسه أنا هو النور الحقيقي، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. يعني دي بقى آية واضحة وصريحة جدا، اللي يمشي مع المسيح ويتبعه هيمشي على طول في النور، بحياته ما تبقاش فيها أبدا ظلمة. طيب الوقت بيجري يا ابونا، وقتنا قرب، لكن عندي سؤال أخير في العدد 7. أيوة. بيقول كده لتفتح عيون العمي لتخرج
من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. ازاي بقى ده بيحصل؟ ازاي بيطلع المساكين او الجالسين في الظلمة او بيطلع المحبوسين المأسورين من بيت السجن بطرق يعني بإيه الطريقة بتاع المسيح؟ لأن احنا شفنا طرق الثورة طبعا. أيوة. قصدك لما حصل يوم الغضب ده طلعوا المساجين من السجون. طلعوا المساجين من السجون. ما افتكرش هو ده اللي بيقصده المسيح. وده بالك بالقوة بالعنف طبعا. عشان خاطر طلعوا المساجين من السجون كان لازم يعتدوا على العساكر والضباط الموجودين بالزبط. لكن هنا المسيح هو بيقول كده يعني لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. الحقيقة هنا المسيح أصلا ما بيخرجش مسجونين مدانين مجرمين. ومجرمين لأن طبعا الإيمان المسيحي لا يتخاصم مع العدالة وخصوصا العدالة اللي حسب قانون كل بلد، لكن المسيح بيتكلم عن اللي عايش في سجن الخطية. لأن شفنا ناس كتير كان محكوم عليهم أحكام قتل مثلا أو وبيقضوا العقوبة لكن بيتعرفوا على المسيح أوقات في السجون، يعني حياتهم بتتغير في السجن. سمعنا عن ناس زي كده كتير وبيقبلوا حتى العقوبة برضا لكن حياتهم نفسها بتتغير وبيتعرفوا على شخص المسيح. فيعني فعلا هنا الحقيقة يعني عايز أقول أنه السبي هنا هو والعبودية هنا هي العبودية للخطية. بالضبط. فالمسيح بيحرر بعمل النعمة في القلب عشان القلب يستنير ويكتشف حتمية هلاكه لو بات في الخطية. وأنا بكلمة بكلمة عشان كده هنا بيقول لتبت عيون العمي، يعني الأول جابها أنه الإنسان هتتفتح بصيرته مش العمل الجسمي لكن عمل بصيرة عمل يعني بصيرة. زي المولود أعمى. بالضبط. لما المسيح مش بس إن هو أعطاه بصر ولكن أعطاه له أيضا بصيرة داخلية وتعرف على شخص المسيح وسجد له لما قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد؟ لأمني. قال له أنا الذي أكلمك فسجد له. عشان كده أحبائي يعني إحنا عايزين نعرف باستمرار إن المسيح لا يستعمل العنف. بيحرر بيحرر من السجن من سجن الخطية. بيحرر من العبودية بيحرر من العبودية. بإيه اللي بيستعمله المسيح عشان يحرر؟ وسيلة أخرى غير أي نوع من العنف، أي نوع من استعمال أي نوع من الأسلحة. هنا في عبرانيين بيقرينا السلاح اللي بيستعمله المسيح إيه عشان يحرر. في عبرانيين 2:14-15 فاستشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما عشان يحررني خد جسدي، تنازل من السماء وأخلى نفسه من مجد الإلوهة لكي يبيد بالموت. إنه يموت عني. عشان كده ده اللي عمله المسيح، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق يعني يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. نقدر نقول تحت عبودية الخوف من الموت. أيوة. عبودية الخوف من الموت وعبودية الخطية وعبودية إبليس. ثلاثة. بيحرر المسيح عن طريق تجسده وعن طريق موته الكفاري عنا على الصليب. الحقيقة الأصحاح ده يا ابونا بجد مليان، وفعلا زي ما قالت فيفي ان يعني محتاجينه قوي الأيام دي لأن فعلا العنف بيزيد والناس ابتدت تحاول تنسى تعاليم الكتاب المقدس وابتدى أولاد ربنا يعيشوا زي أولاد العالم. لكن الكتاب النهاردة أو الرسالة النهاردة في حلقتنا بتعرفنا إزاي إن إحنا مختلفين عن أولاد العالم في حقوقنا، في معاملتنا مع الناس، في محبتنا لأعدائنا، في معاملتنا حتى مع الخطاة. يعني إزاي نكون حنينين وشفوقين عليهم، مش هنكون معاهم عشان نبقى زيهم،
لكن علشان نساعدهم نوصلهم انهم يعرفوا المسيح. عشان كده كلمة أخيرة من قدسك لحلقتنا النهاردة. نصلي من أجل الناس اللي طلبوا الصلاة. تفضل تفضل. علشان تفضل. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إلهنا الصالح بنقدم يا رب ليك كل الشكر لأنك وديع ومتواضع القلب ولأنك أنت رب المعلم الحقيقي للوداعة. ادينا يا رب النهاردة ان هتعلم منك ازاي يا رب نتعامل مع الذين يريدون ان يعادونا بالوداعة، نتعامل مع الخطاة بالوداعة، نتعامل مع الكل يا رب بالوداعة. يا رب يسوع المسيح انت اعلنت الحق يا رب، اظهر حقك يا رب لكل نفس، اعلن انجيلك يا رب، نور رب القلوب، خلي نعمة الاستنارة تملأ الكل ليتعرفوا على شخصك المبارك. يا رب يسوع المسيح بنطلب صلاة من أجل كل نفس يا رب الآن تشاهد هذا البرنامج، وباسمك المبارك وبقوة سلطان لاهوتك يا رب بننتهر يا رب كل مرض وكل ضعف في ولادك، وبنذكر يا رب كل ولادك اللي طلبوا منا ان احنا نذكرهم في صلواتنا، ان كان يا رب طلبوا الصلاة في الكنترول او الصلاة وصلت لينا يا رب. وبالاخص بنصلي يا رب يسوع المسيح من اجل يا رب الشعب السوري كله في محنته في هذه الايام يا رب، وان تفتح يا رب كل عيون أولادك في سوريا عشان يعينوا مجدك وخلاصك يا سيدنا زي ما طلب الأخ ريمون. وأيضا يا رب نطلب من أجل الأم سامي عشان تخلصها يا رب من روح الغضب وتعطيها يا رب هدوءك وودعتك ولطفك وحنانك يا رب. بنصلي يا رب أيضا من أجل أم وجدي اللي طلبت يا رب هنصلي لها من أجلها ومن أجل أولادها ومن أجل البيت يا رب، وأيضا يا رب تفتح أمامها أبواب العمل والرزق. يا رب يسوع المسيح بنصلي من أجل بنتك سامية اللي محتاجة يا رب إنك تحررها من الأفكار اللي بتجيلها يا رب وتشككها ربنا يسوع في خلاصها وفي شركتها الحقيقي مع شخصك المبارك ومن أبديتها السعيدة يا رب معاك. بنصلي يا رب يسوع أيضا من أجل كل الذين يا رب أوصونا وطلبوا يا رب نذكرهم أمامك في صلواتنا وطلباتنا، واثقين يا رب أيضا أنك أنت هتستجيب. نصلي يا رب من أجل كارم يا رب يسوع اللي طلب أن احنا نصلي أمام نرفع يا رب طلبة من أجل يا رب بنته ومن أجل الشغل، أنك رب أيضا يسوع المسيح تستجيب لكل هذه الطلبات والصلوات التي نرفعها أمامك. واسمعنا ربنا أخيرا لما نرفع قلوبنا إليك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أمين. أنا بشكر قدسك، بشكر ربنا دايما، وبشكر قدسك، بشكر أحباء المشاهدين على الأوقات اللي بنقضيها معاكم. يا رب تكون حلقتنا سبب بركة لحياتكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم كلمة الحياة إن شاء الرب وعشنا.